أثنى الاتحاد البرلماني الدولي على التزام مجلسي الشورى والنواب بتسليم التقارير والبيانات الدورية والمشاركة الفاعلة والإيجابية مع الدراسات والمسوحات البيانية التي يجريها الاتحاد حول مختلف الموضوعات. واعتبر الاتحاد البرلماني الدولي مجلسي الشورى والنواب مثالا يحتذى به في مجال مراعاة التوازن بين الجنسين في الأمانتين العامتين للمجلسين، وذلك من خلال ما تقوم به لجنتا التوازن بين الجنسين في أمانتي المجلسين من جهود كبيرة في تعزيز مبادئ التوازن والاسترشاد بالأدوات والمنشورات التي يقدمها الاتحاد. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة 45% للاتحاد البرلماني الدولي في جمهورية رواندا.